خذ هاي الكلمات في. هلا انا بعطي ويت بختلف للاوريجينال ويردز عن السينونيمز عن السب تايبس عن الاوريجينالز بختلف. واضح؟ هلا لما اجيب هذول اعلى واحد شو هو يا زمان؟ هو الماج. كيف هلا نقول اثنين؟ سيرج دومين كيف حددنا مره ثانيه؟ على اساس سيرج دومين كيف حددنا؟ على اساس دومين كيف حددنا؟ اخذنا كلمه دوله الكينه خلص ذكرت خلص. لاحظوا كثير في متغيرات في هذا البرنامج. بمعنى هون في سيرج دومين الكينه اخذنا الكلمه والكينه السينونيم تبعونها، بعدين رحنا شفنا الجلوسز فوق هون كم ليفل ولا تحته كم ليفل. هلا هذول هاي المتغيرات كلها وهاي الويتس اجى محمد ملحم بيعمل برضه رساله ماجستير على الموضوع. على فكره انا ما خلصتش الالجوريثم سوري، خلينا اكملكم بسرعه بس شغله صغيره. شايفين هذول في ستيب ثانيه. لو انا جيت بدي اسال مين؟ منى طلعت شايفه هذول الجلوسز هاي اجت 90 89 89 78 90. هلا عارف شو هذول؟ هذول من وين جايات؟ في ورده. برضه هذول عباره عن مو في بينهم علاقات صح؟ صح. لو جينا نرسم العلاقات نرسم العلاقات كيف؟ مش هاي ردينا؟ طبعا بيطلعوا الشجره كلهم مع بعض لانهم مفسخين صح؟ صح. مش بضروري بيطلعوا هيك. طب عندك هاي الحالة الماتش مع هاد 90 وهاد 89 وهاد 89 وهاد 78 أنو أنجد الماتش؟ 90؟ أنو إيش دكتور؟ كمان مرة ركزوا معي 89 هاي أنا هاي الحالة هاي عندي 2000 كونسيبت رتبتها بعدين باجي ببني 3 3 تبعتها بطلعنش كلهم مع بعض أكيد بتطلع هذا حالها هاي لحالها. عارفه ليش يا سمر؟ لان هذول اختيار سيرج دومين ومش الشجرة الورد كاملة مزبوط؟ مش كلها اخذناها. هلا طلعت عندي انا ايش؟ هيك وطلع عندي انا هذول الرانز طلعت عندي 90 89 89 ركزي معي. هلا اني اقرب شيء على المعنى اللي لها رانك 90 اللي لها رانك 90 بنص 89 ليه؟ ليش؟ يعني ليش هاي مش هاي ولا هاي؟ يعني انا شوي مش حكينا بناخذ الرانك اللي لانه هاي اللي فوق بجوز وردة احنا بنحكي عن عدد الورود مش هيك؟ يعني اصلا جاي اقول لك انا بقول لك شو بدي اقول؟ بقول لك مضبوط ما هو عشان الفرق صغير وهاي كومبرومايز يعني واحد 90 ولا تحتها 89 ولا تحتها 89 معناته وكانه هاي برضه بتزبط هاي بتزبط يعني وكانه الثلاث بتزبط انا باخذه اللي بالنص هاي اللي بنسميها سنترال بالنص بس لما يكون في فرقيه حتى لو قليل ليش ياخذوا اللي بالنص؟ لا ما هي هاي وكانها بتجذبها لتحت لانه يعني انت المعنى هذا هل هذا الكرسي بتعرفي فيه هل يعني فيش كلمه مصفوفه هل هو ترتيب ولا جدول هو مزبوط بزبط هون وبزبط هون 90% هون و89% هون و89% تحت كمان فوكانه ايش اللي بالنص متوسط الحساب وكانه متوسط حسابي فهي بنسميها السنتراليتي ناخذ هاي نضرب بنشوف السنتراليتي قديش نسبة هاي في السنتر ولا هاي في السنتر ولا هاي في السنتر ولا هاي في السنتر يعني بنعمل علامة غير عن الرانك هاي قديش انها هي في السنتر بنضرب قديش انها هي في السنتر ضرب الرانك الأصلي بنعمل رانك جديد بحسن شوي صغيرة على واضحة لك؟ نو انت بدك تسوي مش انجليزي انجليزي عربي عربي طيب هلا الويرد هلا اللي كان بصير محمد ملحم قاعد بيعمل بالنيورال نتوركس في الثيسس تبعته بيعمل اللي هي هاي المتغيرات
اللي في برنامج نروح ثلاثة ليفلز ولا تو ليفلز، قديش الوقت نعمله، واحد ولا ربع ولا كذا، نعمل عملية حسابية، عمليات حسابية وستاتستكس على أساس إنه يلقى، يعني إنه البرنامج يعني يلقى إشي. هلا بصير كل ما من دخل إشي وبنعرف إنه صحيح على البرنامج، البرنامج بعدل الويت تبعته فبيحسن أداؤه. يعني نختار واحد ولا سبعة بالعشرة، نطلع فوق ليفل ولا ثلاث، شو عرفني. هلا من الحالات اللي قدامي والله احسن اشي البراميترز في البرنامج انها تبقى هكذا كذا كذا، صح؟ هلا محمد شو بيساوي؟ اوكي، عملنا هاي، ثبتنا هيك مثلا بغض النظر كيف، بعدين بندخل على البرنامج اشياء صحيحه بنعرف انها صحيحه. كل ما بدخل له واحد من البرنامج بيعلم حاله، بصير يغير في البراميترز تبعته، فبغير في بضل يغير في البراميترز تبعته. هذا هو اخر كلمه اذا بتسمحوا لي اضيفها، بديش اشرح امهات المعاني هذولا. اذا بتسمحوا لي اضيف بس نقطه صغيره ولا خلص بحكيها المره الجايه. بعطيكم بارت هذا شوي بعدين، يعطيكم العافيه.